في ناس في هذا الزمان بيقبلش هدية. بيقبلش.
هي كان الإسلام يقبلها، وحتى لو كانت بسيطة أو كانت مش بسيطة كان عندما النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. حتى شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أهدي إلي كراع بالكاف كراع لقبلته، ولو دعيت عليه لأجبت. شو الكراع؟ الكراع اللي هو ما دون الكعب من الدواب. شوف يعني لو إيش ما يهدوه كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بنهي بخصلة بدي إياك تنتبهها ليه ليه ليه، وتبدأ تنتبهها. أنا مش زمان انتبهت لهاي الشغلة، ومهم جدا تنتبهها. الشغلة هاي بتكون كالتالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز. يعني إذا كان يقعد مع واحد وواحد قد يحدثه ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاطعه في الحديث ولا يوقفه، لو يقعد دقائق طويلة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل سامع. شو يساوي؟ سامع. وما أقل صبرنا على سماع غيرنا في هذا الزمان. نقل بس شوف الأولاد تبقى تحكي معاك صار وين صار بس تسمعوش. وبعدين في أخرى شغلة مهمة صارت معي قبل كم يوم. واحد رجل أنا بحترمه وبحبه، أنا بحكي قاعد بتحكي أنا وياه، والله يا جماعة الخير ثلاث مرات ما أعرف أخلص الجملة اللي أحكي وياه. ثلاث مرات أحاول أكمل هي الجملة، أجي أبدأ بالجملة بنص حكي قطعني أسكت. المرة الثانية أنا بوصل معلومة، المرة الثانية مش يعني الحديث كان هادي جدا، مش يعني نقاش ولا جدال لا، بس في ناس عندها خاصيتين عجيبتين. الأولى بسمعش بسمعكش، والثانية بتطلع عليك وبقاطعك وبفكر شو بيجاوبك وبسمعش بالكل. وأكثر من هيك مرات بتصير حالات أنت لأنه مش سامعك مفكر شو بيجاوبك، أنت تبقى صرت كأنه اللي بدك تقول لك بتقول إياه بس هو ما انتبهش، فهو بيبقى يفكر شو بيقول لك. فلذلك زي ما قال بعضهم ربنا اعطانا ذنتين ثنتين ولسان واحد عشان نسمع اكثر ما نحكي. لكن في احنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا صفه راكب الكمال. في ناس والله يا جماعه الخير مشان تقدر تحكي معاه بدك تتكلم بتوشك كاتب عشان تعرف تمرق بجمله عشان تعرف تمرق جمله تحكي له اياها، فما عندوش قدره الصغاء. وبعدين في كثير ناس في هذا الزمان بيقطعك في الحديث، حتى الصغير يقطع الكبير في الكلام. تخيل انت الولد قديش كم من مره بيقطع على ابوه الكلام، وكم من مره بيقطع على امه، وكم من مره بيقطع على شيخه، وكم من مره بيقطع على عمه، وهكذا. فبسمعش فيش عنده قدره سمع. وخمره موضوع مقاطعه الانسان في الكلام من سوء الادب. هو بحكي لك يعني خليه يكمل الجمله خليك يكملها، واضح؟ فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقطع احدا يتكلم، ونهار خير الخلق والمرسلين. هذا اللي كان لسانه يقطر عسلا، يا لا يتكلم الا بخير، ولا يتكلم الا بالمواعظ والدروس والعبر. هذا رسول الله، هذا رسول الله ما كانش يقاطع حدا. فمين احنا؟ ليش نقاطع الناس؟ ليش نقاطع؟ فهذه صفه مهمه انت بقولها. وإذا أنت بتبقي لك مع واحد هيك اللي أنت بينك وبينه مودة ومحبة، حاول إذا عنده هاي الصفة إنك ترشده، قل له اسمع قاطعش. يعني نعود أولادنا بعدين، نعود أولادنا إنه يسمعوا أولاد اليوم وأجيال اليوم إلا من رحم ربي بيسمعوهم. بيسمعكش وفي خشنة عند أولاد اليوم، بتقبلوش المراهقة. بتقبلوهاش الصغار، بتقبلش، خلص هو بيعرف كل شيء. واضح؟ هذه جدا مهمة، هذه الصفة وهذه الخاصية بإذن الله تعالى أردت أن نتعلمها من رسول الله. كان لا يقطع أحدا في الحديث، ما بيقطعش حدا، يخليه يكمل كلامه كلياته. وبعد سيدنا الشافعي كان يقول إن أحدهم ليحدثني بالحديث أعرفه قبل أن تلده أمه ولا أقاطعه. بقاطعوش مش بس هيك، وأشعره أنني كأني أول مرة أسمع كلام هذا الكلام. أو سيدنا الشافعي
سيدنا شابه انكسر يعني في الشغل قبل ما ولدت امه قبل ما يخلق يعني هذا الكبار انكسر عارفه بس ببين له بقطعوش ولا شيء وببين له كانه اول مره بسمعه حتى انك ما تخنسوش وما تتعبوش وما يعني ما 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 ما, ما تجرحش مشاعره وهكذا وهكذا. هذه صفه مهمه طبعا ليس المحدث باقل حاجه اليها. برضو انا اوصيكم ونفسي اولا هذه صفه مهمه جدا نربي انفسنا عليها من هذا الشطر الإنسان يتقدم ويرقى ويتطور إلى الله عز وجل. هذه برضو صفة خلينا نعلمها للصغار. الصغار تعليمهم أسهل من الكبار رغم إيش ما يكون اللي تعودنا عليه إحنا بس أصعب من الصغار. الصغار اللي بعدهم صغار هذولا كالنقش في الحجر تعليمهم أسهل وأهون بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربنا عز وجل بنعمة مديح وإن شاء الله برضو بنية إن ربنا يفرج عنا وعنكم إن شاء الله البلاء والوباء. نعمة مديح إن شاء الله. جاهزين؟ سمعنا صلاة على رسول الله. Oh.
وصل الصبر.